أشوفك مبتسمة. وليش ما تبيني أبتسم؟ لا ابتسمي براحتك، بس غريبة العادة بهالبيت الصيحة واللويا والصوت، واصلين لين السكة من مشاكلكم. لا لا لا، بس هالمرة عندي خبر وايد حلو. خير إن شاء الله، اللهم اجعله خير. وشنو هالخبر؟ الله يسلمك، اتصلت فيني واحدة اسمها مسعود وقالت باكر بتزورنا علشان تعرف علينا. وهذا الخبر الحلو؟ ومن هي أم مسعود؟ اصبر شوي وبتعرف. ولدها سعود يداوم مع لجين بالوزارة. خير إن شاء الله. وأنا شكو. شنو شكو؟ يعني ما عرفت ايش يبون؟ ايش يبون؟ يبون يخطبون لجين حق ولدهم. هيكون يطلع كلام ابوي صدق، وتكون هذه سيارة الزفت. شلونك خلدون؟ أنا أدري إنك زعلان مني، بس بلا حكي فاضي، يلا اطلعي برا. أنا ما ألومك تقول. أنت ما تفهمين إيش قاعد أقول؟ تفهمين ولا ما تفهمين؟ إيش قاعد أقول لك أنا؟ قلت ليش طلعي برا؟ يعني طلعي برا؟ بيتفاهم معاك مو على هذه. خلدون خلدون في صوت، امشي حتشوفنا. هذا اكيد مات. خاف جارني يبلغ عن السيارة وتي المباحث وحزتها انكشف. شو اسوي الحين؟ Thank you.
السلام عليكم. السلام عليكم. هلا. أبيك توصلني العمارية. تفضل حياك عمي. كم تاخذ؟ حياك عمي حياك. يلا يلا تفضل. بسم الله. حياك هذه الساعة المباركة. الله يبارك لك. السلام عليكم. هلا عمي هلا. الزمن اللي خلى هالولد يشتغل هالشغله. بس تكفى يا اخوي نادي اياه. لو سمحت تعال تعال. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يا ابوي. على كم العطر؟ العطر والله العطر تحت امرك. تتدلل انت. شلونك يا وليدي؟ هلا عمي شلونك؟ الحمد لله بخير. عسى دوم ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. كم عطر عندك يبا؟ عمي بقوا عندي بس هالثلاثه هذيله. تدري شلون؟ عطني اياهم كل ابوهم. تفضل يبا وخلي الباقي علشانك. مشكور عمي مشكور ما تقصر. دير بالك على روحك يا ولد. ان شاء الله نحاول. الله يوفقك. يلا مع السلامه. مع السلامه. إلا بسألك يا طيب. نعم طال عمرك. أنت تعرف الولد هذا اللي بيع عند الإشارة؟ أي نعم طال عمرك أعرفه. هذا ولدي. ها؟ أي نعم ولدي واسمه طلال. الحين أنت تكد على الوانيت ولدك يبيع عطورات عند الإشارة؟ شو نسوي؟ العيشة صعبة يا طويل العمر. بعدين الشغل مو عيب. الحمد لله على كل حال. ألف الحمد لله. المهم يا أيوب. شنو؟ هذه هدية. سامحني على القصور. لا 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 ما وصلت له المواصيل طول العمر. مشكور الحمد لله مستوره. يا ابن الحلال قول لا اله الا الله. وبعدين هذا يبه مو لك. هذه امانه ابيك توصلها حق طلال مني حقه. ان شاء الله ان شاء الله. ما تقصر يا طول العمر. كثر الله من امثالك مشكور وما قصرت. عليكم بالعافيه يا يبه. الله يعافيك واعتبر الامانه وصلت. جزاك الله خير. يلا يا يبه كل هذا ما خلصت للحين؟ اخوي يبي له شغل مفتاح، مفتاح مو حاجة سهلة، يبي له شغل شوي الله يرحم والديه. ما راح أقدر أغير نظرة خلدون لي إلا لما أتزوج. عشان كذي لازم أستعيل بالزواج، خاصة إن فهد اختفى ويمكن يكون مات. اشتغلت اخوي. يعطيك العافيه اخوي. الله يعافيك. كم صار حسابك؟ 20. مشكور. هذا وين ماخذ السياره؟ ايش ناوي يسوي؟ لا لا لا
طلال. هلا يبا. هلا. هلا والله. هلا. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخيرات والعافية. هلا والله. هاي يا ولدي، كنت نايم ولا أنا قعدتك من النوم؟ لا يباف عليك قاعد، بس أنا يعني قلت ما بقوم الحين، قلت أنسدح شوي. خلاص خلاص. هاك يا ولدي، هاي 50 دينار من الريال اللي كان معاي أمس لما شفناك وانت تبيع الإشارة. حق شنو يبقى 50 دينار؟ شو المناسبة يعني؟ ما أدري والله، بس أنا حسيت إنه هو متعاطف معاك. قال لي يبا هذي 50 دينار أمانة وصلهم حق ولدك طلال. وهذه الأمانة وصلت. إيه. الظهر شارح لنفسه وحب يساعدنا. يلا جزاه الله خير يبا، ما قصر. الحمد لله على كل حال. يلا أنا ماشي، تبي شيء؟ لا يبا سلامتك. أهم شيء سلامتك ورضاك طال عمرك. أنا راضي عليك كل الرضا يا ولدي. الحمد لله يا رب، الحمد لله. أقول يبا، ليش ما تقعد شوي؟ تنطرني دقايق على ما ادش الحمام تكرم اغسل اي بريوق من الكافتيريا، نقعد نتريق. لا مشكور يا ولدي، انا مو مشتهي. بروح اترزق الله، فمان الله. فمان الله يبا. الله وياك. الله مع الجميع. الحمد لله على كل حال. قاعد اقول لك احتمال كبير اليوم انا اطول هني بالياخور، يعني ليه بالليل بقعد. ليش طارد اهلك من البيت؟ طارد اهلي من البيت هي الياخور، خبل مصرقع المخفر يدور عليك. استغفر الله. الطب النفسي. ايه خبل نفسك قالوا لك انا يدورني الطب النفسي. ها ايش صاير عيل يا اخوي؟ ماكو بس خطوه اختي اليوم. ما انا قلت السالفه الحين. لا لا اسلم. تعطيني رده الفعل قال سالم. المهم ايش كنت اقول انا؟ خطبه اختي. اي خطبه اختي، فحريم ولويه وازعاج وكل واحد. بس بس عيل اليوم نروح للمقر بيتكم وعلى طول انا اكل وانزل لك. شلون تاكل؟ اقول لك حريم داخل. اتحجب. تحجب شلون؟ ستر زين. انت مينون انت بصرقع؟ ستر زين شنو؟ ستر زين بنيه يمي تكون اسمك كوثر مو منصور. يبا تدري لو انا منك اغتر واكشخ وكذي يعني هيبه وقط الغتره كذي. ما شاء الله. اي قط الغتره كذي وطقها راس بعدين. يا يبا يعني اطق الغتره كذي واكشخ ودغري على البوفيه. يعني انت كاشر حق البوفيه؟ يعني حق الرجال اللي هايفهم شو بيصير؟ طالع سيده. ها؟ روح دش داخل. توفيت؟ روح دش داخل خلصني. لا انا مو مستوعب اللي قاعد تقوله، ما يصير كل مره دش داخل دش داخل، ما يصير. لا لا كل مره بقول لك دش داخل لان سوالفك مليقه، سوالفك خايسه نفس شعرك الخايس وهذا حواجبك الخايسه، الله يلوع كبدك. روح دش داخل اقعد هني بروحي انا احسن لي ولا اسولف معك. ما بقعد هني ماني ماشي. اوكي انا اروح دش داخل. لا لا تعال. يلا يلا كف عليك. يلا اوس اوس ذبحني اوس. ناديني ولا تحضرني انت اوس. اوراد خلاص عاد على السخافه، ترى صار لي ساعه رجاج. شوفي ترى انا دبسكت فبسكت عشانك، ولا انا كنت ناوي اقول حق محمد ترى. لا 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 يا معوده لا محمد فكينا، ترى ناصر كفى ووفى. ناصر اشك بالموضوع. أقول لك قدامي يا عفسنا عفيسة، هزأ بدر آخر تهزيء،
انا لو مو داشه بينهم يمكن كان اذبحها احسن، عشان يفهم ان بنات الناس مو لعبه بيده. هو اللي دزوه. اللي دزوه؟ ايش تقصدين بهالحكي؟ سالي ريلك وانت تعرفين ايش اقصد. لا لا صدق انا ودي اعرف شنو يعني، شنو قصدك؟ فوزيه في غيرها؟ في غيرها يبي لي المشاكل واللوية؟ فوزيه موضوعها وايد سهل، خلي علي انا، انا بعلمك فيها. تكفين طيبو بردي تشبدي فيها، لو وعد تشبدي. علي انا خلاص. قوة سبيكة. إيش داوى ما تردين علي؟ وليش أرد عليك بالله؟ عفية عليك عقب اللي سويتيه وياي ولا كأنك مسوية شيء. وأنا سويت؟ أنتِ تدرين إن هذا قرار محمد، ومحمد إذا قال كلمة تمشي على الكل. اي بس اللي عارفه يا فوزيه ان لك عنده كلمه مثل ما وصى ابوه الله يرحمه. استغفر الله يا رب، ما ابي ادعي على واحد ميت. عاد انا جايتك ما بيش تزعلين علي، وما ابي الزعل يدوم بيننا، خصوصا ان اليوم جايينا ناس بيخطبون لجين. ومتى صار الحكي؟ ما ادري، بس حسيت اني محتاجه اسمع صوتك عشان كذي دقيت. خلود انت ايش فيك؟ خلاص غير الموضوع. يعني شنو انت ما تعرفني؟ هي استحي. خلاص عاد. انت ما تقولي لي سالفة الريايل معك؟ الريايل؟ ايش تقصدين؟ ما فهمت. ولا شيء. أقصد بدر ذاك اليوم واللي قبله خلدون، إيش موضوعك أنتي؟ خلدون؟ وش أكو خلدون؟ يما منك يما، ويا وراد لا تستعبطين، كلها تسوي نفسك بريئة ومو فاهمة شيء. ترى من صدق، إيش تقصدين؟ مو فاهمة. أقولك ذاك اليوم يانا خلدون البيت وكان نسولف، مع السوالف طرينا اسمك. فاجأني. قام يقول حكي ما أدري شلون، صراحة حكي يخوف غريب. إيش قال؟ قولي. يعني أنا الصراحة ما أدري شلون جت له الجرأة إنه يقول هالكلام قدامي. واي عليتي كبدي، قولي. إيه شوفي أنا بتكلم بس عاد يعني ترى هو اللي قال، لا تدخليني بسوالف ولويا. واي طيبو عليتيني، قولي. أقول لك مع السوالف كان يقول لي صراحة أوراد أنوثة، جمال، دلع، وذرابة، وسنع. تخيلي ايش يقول لي؟ يقول لي لو ما عمي متزوجها كان انا خاطبها. خلدون قال كذي عني؟ واكثر بعد اكثر. بصراحة اي، انا جايتك ابيك تدوري لي دراعة حلوة من دراريعك. ما يصير استقبل الناس بدراعة قديمة. اي ولا يهمك ولا يهمك حبيبتي، انا عندي دراعة تهبل تينن، يا بتها لي بنيتي مريومة، ونيازت عليك خذيها عليك بالعافية. مشكورة يا الغالية وما تقصرين. افا عليك انت تامرين امر يا فوزية، وانا ما يهون علي تتفشلين قدام الناس. الله يطول بعمرك واخدمك ان شاء الله بالافراح. عاد حبيبتي اذا طلعتيها خلي فطومة تجيب لي اياها، زين؟ ان شاء الله من عيوني تامرين امر. مشكورة. شنو بتخدميني بعد يا فوزو؟ بتزوجي منو على منو هالمرة؟ هين يا فوزية هين. هواي ترى وايد وايد مشتاق لك، أحس إن خلاص بين لازم أشوفك. زين إيش رأيك نطلع نروح مكان كذي؟ تكفين ايش فيك؟ انا كل ما قلت لك شيء تقولي لي ما اقدر ما اقدر، بشوفك ماني ما اكلك. صدقني خلود ما اقدر. ايمو اليوم خطوبه اختي وتعرفني لازم اروح الصالون واكشخ.
إيه وبعدها لازم أروح البيت، في وايد أشغال لازم أسويها. آخ متى بس، متى اليوم اللي عدز أهلي يخطبون البنت اللي أبيها؟ راح يكون أسعد يوم بحياتي. نعم خلود، إيش تقصد؟ شنو؟ على بالك إني غبية وما أفهم؟ ترى أنا كاشفة كل لعيبك، يعني لا تقعد تستهبل علي. يما منك، شلون تقولها؟ طيبة تعالي 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 خلنا نسولف. واي 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 سكتي، لا تسمعين شنو قلت لها، يننتها المرة استخفت بمكانها مو مصدقة. زين سويتي فيها؟ لا أهم شيء عبالها خلدون ميت عليها مسكينة. هاي من صدقك؟ أقولت زين ما أغمى عليها، مرة تسبهت عاشت الدور أغوى نوع. بس أمانة أمانة يعني أنا صدمت نفسي بنفسي، ما توقعتني أقول كذي، يعني ما عرفتني وأنا قاعد أتكلم، يعني كنت قاعدة أبدع أبدع بالحوار، الصراحة ما عرفت نفسي. والله حلو. شوفي الحين خلنا ننطر الخطة الثانية. زين لحظة لحظة، على طاري الخطة الثانية أنا في شيء وايد مهم، يعني أنا ماني فاهمة أنت ليش دخلتي موضوع خلدون بالسالفة، يعني خلدون شنو علاقته بالموضوع؟ أنا بقول لك، خلدون هو راس الخيط الأول. إحنا الحين شو راح نسوي؟ راح نبلش بأوراق وننهي بفوزية. إنزين ترى أنا ما فهم شيء صدق. إنزين سمعيني الحين، أنا راح أقول لك. حياكم الله، زارتنا البركة. الله يحييك، ما تقصرين. حياكم الله والله، توا ما نور البيت. منور بوجودكم. تسلمين. يما أوراد حبيبتي جيبي لنا العصير. أوراد يما. هلا خالتي. حبيبتي ممكن تجيبين العصير حق الضيوف؟ إيه تامرين أمر. ما عرفتينا عليكم. أنا أختك أم سعود وهذه أختي أم جاسم. والنعم فيكم، حياكم الله. سعود ولدي يشتغل ويا بنتكم بالوزارة، وبصراحة دايماً يمدح فيها وبأخلاقها، وقال لي يا يمه أبيك تروحين وتخطبينها. أكيد حبيبتي بيمدح فيها وبأخلاقها، تربيتي هذه عيل شلون تبينها تطلع؟ ونعم التربية. أمها الله يرحمها تعبت في تربيتها وعلمتها السنع. إيه إلا ما قلت لكم. شفتي الدراعة هذه اللي لابستها خيتي؟ عاد مسكينة يتني وتبتش وتبي دراعة جديدة، قالت لي عاد ما يصير بيونك حريم وبيوف عندك. إيه وأنا ما عندي. إيش فيك؟ مو هذا الصج فوزية؟ شوفي شوفي الدراعة مالتي، إيش رأيكم فيها تينن؟ وعلي ما عندها شيء تلبسه، عاد قمت عطيتها وعلي كسرت خاطري. أوراد أوراد وينك؟ تأخرتي يلا أوراد. هاتي العصير يما، هاتي العصير. بس حلوة تينن عليك. إي إي زين يا معود، خلهم يتزوجون ويفكونك، ترى البنت ما لها الا بيت رايلها. ايه الحمد لله الحمد لله، بس ما ادري عاد اتفقوا ما اتفقوا ما ادري. وليش ما يتفقون؟ الا كان بعد انتم حاطين شروط تعجيزيه وذي بعد ما ادري. هاي شروط يا معود انت بعد الله يهديك، بس انا ما بغيت على الله ينخطبون وافتك منهم. ترى البنت في بيت ابوها هم ما يعلم به الا الله. الله يوفقهم إن شاء الله ويسهل عليهم ويتمم لهم أمورهم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. بس تعال أنت، ما قلت لي أشوفك ساكت عن موضوع شريفة، لا يكون هونت. لا لا أبد، لا هونت ولا شيء،
بس كل ما في الموضوع الناطر تحدد لنا موعد الملكة. خلاص الأسبوع الجاي تم. هذه الساعة المباركة تم نورت الديرة يا أخوي. نورة بهلها يا أخوي. تعال أقولك بشر، شلون سفرتك وشلون الوالد عقب العملية؟ الحمد لله بخير، طمنونا عن الدكاترة يقولون عدى مرحلة الخطر ومعطينا علاج، بس لازم يستمر عليه وإن شاء الله خير. الحمد لله الله يشفي إن شاء الله. اللهم آمين. بس تصدق شفت هالسفرة هذه أحس إنها ردتني عادل لولي بعد سالفتي هذيك وحالتي النفسية الصعبة اللي مريت فيها هذه. الحمد لله عديت. الحمد لله كذي ولا شيء ثاني. قبل معود كله بروحك وحالتك مكتئبة 24 ساعة، كنا أول واحد هدى حبيبته. إيه مو سالفة إنها تهدني، إيه باقت فلوسي وأنت تدري، بس وين بتروح أصيدها؟ حبيبي ترك عنك هالسوالف، معود عيش وارتاح واشتر راحتك. بالعكس اصلا لما شافوها اهل المعرس ينوا عليها، كل شوي قاعدين يطالعونها، كانت تتينن. اي اكيد ليش مو انا اختها؟ طبعا ما يبي لها حكي بعد، انت كنتي احلى واحده بالعرس، بعدين اللي يشوف وجهك انت بروحه يصير حلو. بعد هالمره اختك؟ اقول لك خلود ترى ما يمشي عليها الحكي. ايش فيك قاعده تغشمر معاك؟ يمه منك انت من وين تجيب هالحكي؟ شنو يعني ما تدري؟ انا اصلا لما اسمع منك هالكلام قلبي يدق بسرعه. تدرين عاد انا من عرفتك كل شيء بحياتي صار حلو، والحين انا وايد مرتاحه مستانه زياده اكلمك، والجو حلو في الحديقه والبط قدامي. على ها لازم اليوم يبيك حديقتنا تشوفين البط والحمام والدنيا هذه. يا عمري والله كشمشه كشمشه حبتني. زين عمري ايش يصير بيننا ميانة؟ بس بسمعك شيء، اسمعك وادق عليك. سامع صوت القطار؟ سمعي سمعي راح تموت فيني. ما ترد. اخ يا القهر، اخ يا القهر، بموت بموت، احس نار شابه بيوفي بموت. ولا انا خطوبك بنت اخوي وما ادري؟ لعن ابو داركم وانا مو عمتكم، اخر من يعلم. ماني فاهمه، ماني فاهمه اللي قاعد يصير. ايش دعوه؟ ترى كلها بس خطوبه، يعني للحين في ملكه، في عرس، صبري شوي. وطا هذي؟ وش دعوه انا مهتمه حق هالامور هذه كلها؟ انا اللي حارني شيء ثاني، شيء ثاني، اموت واعرف منو اللي قال لهم ما يبلغوني؟ طبعا انا اذا قلت لك انا شاكه في منو؟ بتقولي لي فوزيه، صح؟ ها شفتي شلون؟ شفتي شلون ما قدرتي تنكرين؟ اسمعيني انتي صبري شوي راح تشوفين نتائج خطتي، بس صبري. اوف تعبت وانا افكر ابوي ليش يسوي كذي وياي؟ معقوله في ابوي يكره ولده وما يواطن بعيشة الله؟ والله يا يبا حتى لو بقلبي ذرة محبة لك قدرت تبدلها وتسويها عقد. يرضيك يا شريفة؟ يرضيك اللي سويتها فيني أوراد وسبيتها قدام الناس فشلوني؟ لا والله يما ما يرضيني، بس هذه سوالفهم وانت تعرفينهم مو شيء جديد. اي بس ما توصل فيهم المواصيل انهم يقصون وجهي قدام اهل المعرس. اوراد صبت العصير علي وسبيكه هذه بعد سالفتها سالفه ثانيه. والله ما ادري ايش اقول لك يا يما، ما يخالف هدي اعصابك. الحمد لله ان ما سووا شيء ولا ردوا على الناس عشان لا ننفضح. ومن قال لك اني ما كنت برد عليهم؟ اللي ردني لجين، انا ما حبيت اكسر بخاطرها قدامهم. ما يخالف يما، صلي على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. خلدون شلونك؟ شبي هذا؟
بس ما عليه، أحب الريال الثقيل. يماي هاي يما اعطيني فلوس طلع الباخ كم دينار ان شاء الله. ما شاء الله. هاي راسي يماي مو طايحين منك مكان؟ لا مو طايحين، ليش فيهم؟ لا يعني اقول لك يعني دير بالك لا يطيحون منك مكان او شيء. لا 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 تخاف ما يطيحون. هاتش يما هاتش خشيهم. ايش فيك يما؟ يما تعبانة راسي يعورني. يلا ما تشوفين شر. توديني الطبيب؟ لا يما شو وديش طبيب الله يهداك، عندي شغل انا خلي ابوي يوديك. كلب هذا وين ودى الخمسين؟ يلا يما تبين شيء؟ سلامتك يا وليدي بحفظ الله. انا زعلانه منك. افا سارونا زعلانه مني؟ ايه سارونا زعلانه منك. انا اتصل عليك امس ما ترد علي؟ اها باسف حبيبتي ما اقصد. توح من ربعي رد من السفر صار لي فتره طويله مو شايفه، ما حبيت ارد عليك وانا وياه. شنو قلت؟ قلت ما حبيت ارد عليك. لا 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 رد الشريط من اول الجمله، الكلمه اللي قلتها اول شيء. ايش قلت؟ ما ادري. واخيرا قلتها اسف حبيبتي. ايش قاعد تصيدين علي انت؟ مو قاعد تصيد بس يعني من زمان وانا ناطره الكلمه تقول لي اياها واخيرا قلتها. يا عادي خلي الكلام بروحك يطلع. ما علينا. زين اسمعني خوخة، ايش رايك اليوم؟ شنو؟ خوخة؟ اي خوخة، خوخة دلع خلدون. يعني انت حبيبي ودي ادلعك. خلاص كيف تقولي تقولي ادلعيني مثل ما تبين. ها؟ ايش رايك اعزمك اليوم على العشاء؟ والمطعم اللي تبيه، انت اختاره. لا اليوم لا، ما اقدر. عافية. يوم عزور فيجي على العشاء وبطلع وياهم. زين بروح وياكم. شنو؟ فديت انا اللي غار. لا 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 انا كذي ما راح اقدر خلاص. يو شنو فضحت السالفه؟ طحينا انت يلا عاد. تعرفك انا وايد احب الرجال اللي غار علي. سوالك اكيد بغار. شلون يعني؟ زين قولي حبيبتي مره ثانيه. مالي قايل. يسلم. ما بيسمع حبيبتي.
أقول؟ قولي. دير بالك على جمالك. حاضر. كنا قاعدين ديوانية.